إذا للحديث عن الندوة التي عقدها مركز رافدي للدراسات الاستراتيجية والتي حملت عنوان روح الأمة والعلاقة بين قضاياها الكبرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. أستاذ معاذ، مرحبا بكم. بداية، يعني ما المخاطر المترتبة على تفريق قضايا الأمة على أساس أنها قضايا صغرى وقضايا كبرى؟ حياكم الله ومرحبا بكم وبجميع مشاهدي قناة الرافدين. في البداية، يثمن لمركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية اختيار هذا الموضوع في هذا الظرف الحرج الذي تمر به الأمة. الحقيقة أن الحديث عن قضايا كبرى وقضايا صغرى هو نوع من أنواع المغالطات الفكرية المعاصرة التي نعيشها، لأن الأمة كما تقدم هي أمة جسد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في وثيقة المدينة التي تعد هي أول دستور إسلامي يوضع للدولة الإسلامية، بأن المؤمنين والمسلمين كلهم أمة واحدة. لذلك فإن التفريق بين هذه قضية كبرى وهذه قضية صغرى يجعل تقديم إحداها على الأخرى، وبالتالي بالإمكان أن تضيع الكثير من القضايا وتغيب عن الرأي العام وعن الإعلام، وهذا في منظور الإسلام وفي مقاصد الشريعة الإسلامية غير منضبط، ولا يجوز للمسلمين أفرادا وأمة أن يفعلوا هذا الفعل لما فيه من ضرر على نمط على جزء كبير من نمط الأمة الإسلامية. أستاذ معاذ، إلى أي مدى ترى أن يعني إيران أسهمت بحالة التشظي القائم وبالتالي يعني قامت بحرف البوصلة عن قضية الأمة الإسلامية الأساسية؟ تمت مشكلتان أساسيتان فيما يتعلق بإيران. الأولى أن إيران تتخذ من الدين غطاء لمشروعها التوسعي العابث بالأمة، والأمر الآخر أن إيران تتعاطى مع قضايا يعني جزئية من قضايا الأمة، مثلا هي تدعي أنها تدعم فلسطين أو أن مشروعها نحو القدس قائم، وفي الحقيقة هي تعبث بأمن المنطقة في العراق وفي سوريا وفي اليمن. هذه الأمور التي أصبحت من البداهة بمكان أن طهران ومشروعها عبارة عن كذب، عن كذبة في جسد هذه الأمة تنخر فيه كيفما تشاء. الحقيقة كما قلنا أن دم المسلمين دم واحد، فلا فرق بين دم السوري والعراقي والفلسطيني، فلا معنى لإيران أنها تدعم فلسطين لكنها تقتل في العراقيين وفي السوريين وفي غيره. في هذا الإطار أستاذ معاذ، هل أثر غياب مفهوم الأمة الجامع على واقع العراق الحالي؟ بكل تأكيد. فلو نأتي مثلا إلى واقعنا المعاصر في العراق تحديدا فيما يتعلق بالشأن السياسي والعملية السياسية وقبول فئة من المشتغلين في المجال السياسي وتحديدا الإسلامي قبولهم بالعمل في ظل مشروع الاحتلال، هذا أكبر دليل على أنهم لا يضعون اعتبارا للرأي الجمعي للأمة ولا لروحها، وإلا فإنهم غلبوا مصالحهم الشخصية والحزبية على قضية كبرى وهي تتعلق بأن أمة المسلمين المتمثلة في عقيدتها وفكرها باتت بعيدة عن أهدافهم وعن مقاصدهم. هم استخدموا مثلا توجههم السياسي وأفكارهم الجزئية والأحادية في سبيل أن يصدروها على أنها هي المنهج الإسلامي، وهذا غير صحيح. في هذا الإطار، كيف يمكن إعادة الهوية الجامعة للأمة والموازنة بين القضايا لكل بلد والقضية طبعا الأساسية فلسطين والتخلص من حالة الضياع والتخبط، كيف يتم ذلك أستاذ معاذ؟ الحقيقة هناك عدة عوامل يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن. مثلا عندنا في العراق كانت تجربة هيئة علماء المسلمين التي أسست لقاعدة وقانون الفكر الجمعي الذي يجمع بين المدارس الفكرية وتوجهاتها في مساحة مشتركة بحيث تنصهر فيها القضايا الخلافية والقضايا الجزئية وتتحد في منهج واحد. الأمر الآخر، لا بد من أهل العلم أن يكون لهم دورهم في الميدان السياسي والفكري من خلال تفعيل ربانية العلم، فما لم يكن العالم ربانيا لا يستطيع إذن أن يبصر بالسياسة، فإذا لم يستطع البصر بالسياسة أنتج نوعا من المعلومات والمغالطات التي يمكنها أن تؤدي نتائج سلبية. من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري، شكرا جزيلا لكم.